المشهد. خطورة ترتيب هذا المشهد ايه على الامن القومي المصري؟ مباشرة في خلال ايام الولايات المتحدة الامريكية، وده حصري لحضرتك، الولايات المتحدة الامريكية هتعلن عن شيء ما يخص سوريا، لازم خروجا من المأزق الايراني ده واعادة لاشعال الصراع من جديد في سوريا، لازم يحصل حاجة تخص سوريا. وكان في بعض التقارير تحدثت عن ما يعرف باقليم شرق الفرات اللي هو الجزء الشرقي. انا ما فهمتهاش دي يا فندم. ما ده الجزء الشرقي، عايز افهمها من حضرتك. الجزء الشرقي من الفرات اللي هو حاليا موجود فيه الجيش الديمقراطي اللي هو الاكراد، وموجود فيه الجيش الامريكي، وهم عندهم التصور بتاع في سوريا، في سوريا الجيش الامريكي، القوات الأمريكية، والقوات الكردية اللي هي بتاع دولة كردستان، تمام، وعناصر داعش موجودة في هذه المنطقة اللي هي جزء شرق نهر الفرات. غرب نهر الفرات موجود الجيش السوري وعناصر النظام والجيش الروسي، تمام. هو موجود في الحتة دي، وفي المنطقة اللي على الحدود الأردنية فوق اللي هي منطقة التنف دي موجود فيها الجيش الأردني والأمريكي والروسي، وتعتبر شبه منطقة عزلة، منطقة عزلة تعتبر يعني دلوقتي حاليا. ده الشكل اللي الولايات المتحدة الأمريكية عايزة تبتدي تاخدنا عليه. واعتقد ان انا ما اتصورش نهائيا ان الكلام ده هيتأخر عن الأيام اللي احنا فيها دي. لأن حركة الروس كانت سريعة، انها اتفقت على قاعدتين جوه. طب هم يا فندم الروس هناك بيعملوا ايه في سوريا؟ الروس بيحافظ على موطئ قدم طبعا. موطئ القدم ده انه يكون موجود في طرطوس، وعمل قاعده عسكريه، اتفق على قاعده عسكريه، وفي قاعده تانية اتفق عليها فعلا، وحمايه نظام الرئيس بشار الاسد. ويعني انا مش بحب اقول الكلمه دي في العلن، لكن هقولها. بعد اذنك. ولا روسيا بتتحرك من دماغها، لازم بالتنسيق مع الولايات المتحده الامريكيه، دول اكبر قوتين في العالم. والصين بتبقى على الخط موجوده. ولا الولايات المتحده الامريكيه هتحط رجليها في روسيا او في سوريا عفوا غير بالتنسيق مع الروس. موضوع يعني عشان بس يبقى الكلام بوضوح كده. يعني مش ايه الهدف؟ سوريا تقسيم سوريا في 2018 تقسيم سوريا. هم ده ما يسعوا اليه. على فكره كلمه التقسيم، خدي بال حضرتك، احنا قلنا القرار بتاع ترامب بتاع القدس. القدس ايه اللي حصل بعد القرار؟ معليش مني يعني ولا حاجه. صح، كان ردود افعال. ردود افعال غاضبة. طبعا، ومصر قامت بدورها دبلوماسي رائع وكل الكلام. كان ايه المفروض كنت منتظر؟ لا، انا كنت منتظر بس انا عارف انه مش هيحصل يعني ان هيبقى في تحرك عربي قوي. انا لي علاقات اقتصاديه قويه جدا مع الاتحاد الامريكي من دول الخليج الى اخره. كعرب يبقى في تحرك عربي قوي، تحرك عربي موحد. لكن احنا عارفين انه مش هيحصل اذا كان جامعه الدول العربيه نفسها ملهاش دور. نفسها بتشجب وكل ده كلام دين والجو. الكلام ده جميل رائع على المستوى الانساني، هو رائع. لكن على المستوى السياسي ملوش تاثير. حتى الدول العربيه ما كانش ليهم تاثير. هو خطورته كانت ايه؟ نرجع للعنوان. الولايات المتحده الامريكيه او الرئيس ترامب سينقل السفاره الامريكيه الى القدس. معناه اعتراف بالقدس عاصمه لدوله اسرائيل. ده ما بيفكرش حضرتك بوعد بلفور مثلا على سبيل المثال ان انجلترا او بريطانيا تمنح اليهود صحيح حق اقامه وطن قومي لهم في فلسطين. طيب ايه اللي يمنع ان يطلع قرار احادي الجانب برضه؟ من لا يملك يعطي من لا يستحق، من امريكا بصفتها البلطجي، وترامب مصدر نفسه للعالم انه مجنون. ما هو مصدر نفسه للعالم كده صحيح، ويقول لك عبقري. هو بيقول انا عبقري. يعني لا هو يعني تصرفاته حتى فيديوهاته اللي بتنتشر دي كلها شغل مخابرات. يعني مش حاجات مش عفويه. الناس مش افراد يعني. لا طبعا. انا على فكره قررت ان احنا نعمل حاجه اسمها اماره شرق الفرات.